يا جمهور. امسكي امسكي. ليش تعطيني مخالفة؟ مو بلك للكابتن. وانت على الطالعة والنازلة تعطي مخالفات؟ تبي تعرفي ليش اعطيته؟ ليش؟ تعالي نشوف. يلا. يلا. سعيد بس كأنه المرور قاعد يستقبل السيارة الصبح. حاد زين يا رب. حنا حاد زين للكابتن سعيد الموقف، كيف تسحبون السيارة؟ ركب الليل ركب وسنيتان اسحب لوين تشده من هنا. عدل المزلاجة عدل خلاص يلا يلا بس ست من شباب يا شباب حجزين حجزين الكابتن سعيد ابوي طاق من النسيم وتارك نورعاني وغداي وجايبيننا يا استاذ حق 2000 ريال لو سمحت داق علينا الموتر في وادي لبنان الكابتن داق علينا بيرضيكم خلاص الكابتن بيرضيكم كابتن مو عندنا هنا كابتن في الملعب بيرضيكم الكابتن مهم بس هنا مخالف هذه اللوحة حطوا طال المعاقين واللاعب يعتزل يا اخوي صار من المعاقين هالحين على الكرش هذا والله يمكن صار يا رجال معليش ما صار خير جنب على الموتر جنب بس خلنا نسحب يلا اسحب 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 احنا نجيك مره نروح ونجي على كيفك هي الكابتن يبي يرضيكم ال 2000 بيعطيكم اياها الكابتن خلاص خل عطنا دراهمنا ونمشي يا اخي اصبروا طيب الكابتن بيرضيكم يا اخي اصبروا انت يا استنوا يا اخي اصبروا لا تسرع طيب مثلا اي خلاص كابتن بالملعب بس ان الله يرحم والديك خلاص يا شباب خلاص يا شباب خلاص يا شباب انا قلت لهم لازم السياره ما عاد طب هل اسباب اعتزالك هو فؤاد انور شوية شباب معلش يا شباب خلاص يا شباب خلاص يا شباب يا شباب لو سمحت جايين الضيف عندنا يا شباب معلش يعني لو سمحتم نعتذر نبي فلوس اقول لك ضيف الرجال يعني تفهم معليش خلاص يا ابوي خلاص يا ابوي خلاص الرجال ما يدري طيب ما يدري يعني على عيني وانه بعد تبي الاوام العسكري امرنا والامر لله خلاص اكسر الجير ولا لا 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 ايش تكسر الجير سلامات يا ابوي يعني هم اللي يتكلمون لا 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 تكسر الدنيا سايبه هم اللي يتكلمون انا قايل شيء انا خلاص اعطونا فلوسنا اعطونا دراهم اسمع احنا ما لكم الا اللي يرضيكم تعالوا معي على المطعم كابتن سعيد ندخل جوا وما عليك ان شاء الله نحل الموضوع ندخل داخل ونحل الموضوع تفضلوا معلش تفضلوا معنا على المطعم تفضلوا لا ان شاء الله ما في مشكله تفضلوا معنا على المطعم تفضلوا ابنا ترك لما تعال مالك الا نرضيك تعال نتفاهم جوا علشان 2000 الله يرحمهم نتفاهم جوا علشان الناس علشان الناس 500 هذا ما في 500 هذا ورانا لا لا يا ابوي ما تعطيهم ما تعطيهم ما تعطيهم يا ابوي اخوي شو اسوي بهذه ال 500 حقتك؟ الله يرحم والديك 2000 حسابنا من اول وانتم تغلطون برا وانا مهدي لكم انتم يعني لو ببيع سطحتكم دي ما جابت 500 ما جابت 500 راحت في عسكري احترم العسكري يا اخي يا اخوي ما احترم العسكري وخليك ماده وانت على فكره لسانك طويل احنا نترزق قبل احنا يا اخوي نبي حقنا رزقنا عطني اياه انت ترى على فكره انت لسانك طويل
وانا مخليك ترى برا عشان الناس ما يبغى مشاكل. عطنا 2000 حقتنا وخلنا 500 وانقله. وش اللي 500 يا ابوي؟ انت عسكري ولا ايش حدك يا ابوي؟ انت عسكري وانا في البلديه. هذا 500 ايش اسوي بها؟ القير اذا انكسر ما علي منك. انا احترام للناس. لو عليك شوف القير حقك ودعه والله صح. دومك غلط علينا. القير حقك ودعه. خلاص اسحب موت انزل اسحب عشان اسحب وجهك. شباب معليش يعني يا اخوي الدنيا عطنا فلوس وفكنا شرك ما في احترام للضيف يعني ما في احترام. اي احترام هو ما احترامنا يا اخوي. معليش شبك الليل ورشب يا رجال لو سمحتوا شباب خلونا نشوف شغله يا عسكر. خلونا نشوف الا فمك غير شبك. خلونا نشوف شغله يا عسكر. تبي مخالفه حط مخالفه غير كذا ما في. يا شباب اعطاكم 500 معليش يا ابوي معليش. احترام للضيف احتراما للضيف يا طيب. عيب 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 معليش توكل على الله. معليش 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 اعطاكم 500 هذا صنعاء تسحب يا اخوي. خلنا نشوف شوف عيب يعني عيب. عيب ما عندنا عيب. فك الموت يا أول شيء الشارع لكم مبارك. صراحة يعني الشباب فاجئوني يعني كل شيء تمام والوضع طبيعي يعني زي ما قال لي أخوي خالد الراجح إنه افتتح مطعم عوائل وكذا. فدخلت والله المقص والشريط كله ماشي حلو لكن تفاجأت إنه عسكري ويسحبون السيارة. فمعي ولد أخوي طبعا عبد الله فعصبي هو شوي فأنا مهدي اللعب. فقلت خلنا نشوف شخرته يعني وعسكري وكذا وورقة مرور والله مش على الموضوع. لكن أكلت صراحة المقلب أكلت والله لكن المطعم حلو برضه يعني واتمنى لكم التوفيق. شفتوا صار مع الكابتن. انتظرونا بكرة بضيف جديد ومقلب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعب السعودي عرام من أفضل لاعبة في وطن العربي جميعا وخاصة في الملعب السعودية وأتوقع أنه راح يجيب العيد. ما معنى كلمة جاب العيد؟ جاب العيد يعني جاب كارثة مطمئن. كم مرة جبت العيد؟ 365 مرة بالسنة. كل يوم أجيب العيد.